السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال الريب اللي كيجي سهل، مكونات بسيطه، غادي ننجح معكم من المره الاولى. خليكم معنا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا الاطر ديال الحليب عادي ما يكونش واجدي، كنحتاجوا معاه دو فاني، جوج المعالق كبار ديال السكر، ودانون فاني. بالنسبه للطريقه فكناخذوا الحليب كنديروه فوق البوطه يدفى. باش ينجح معكم الرايب الحليب ما خصوش يكون سخون وما خصش تكون طالع فيه الفيضه، دونك خصو يكون دافي. كناخذوا زلافه كنديروا فيها الفاني، كنضيفو لها سنيدة وكنضيفو دانون. كنبداو نخلطو هاد العناصر هادو. كنحركو مزيان. وكنبداو نضيفو الحليب بشويه بشويه، كنضيفو واحد شويه اللي خلط لينا يعني هاد الدانون والفانيا والسكر باش السنيده تذوب في داك الحليب. كنستعملو لافوي باش نتاكدو بان هاد العناصر تخلطوا مزيان. كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا من نحسو بهم بانهم تخلطوا مزيان، عاد باش كنبداو نضيفوهم على داك الحليب اللي باقي لنا. حاجه اخرى بالنسبه للسكر فانا ما استعملت السكر بزاف، ما كنديروش حلو. بالنسبه للناس اللي كتبغي الحلاوه فممكن انكم تزيدوا السكر. وبغيت نقول لكم بان هاد المقادير فهما جد مناسبه للناس اللي كيعانيوا من مرض السكري، وبالنسبه حتى للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف، وبالنسبه للناس اللي كيبغيوه مع السيرو فهو كتجي هذيك الحلاوه متوازنه. كنبداو دابا نحركو الخليط الاول مع الحليب، وفي هاد المرحله هذه فهو خصو يتحرك بالزربه ويتحرك مزيان. لما حركناه مزيان كنديرو في شي كاس فحال هذا وكنبداو نعمرو في الكيسان. هو يستحسن انكم تعمرو في البلاصه اللي غيرب فيها وغيبقى فيها ما غيتحركش، مي انا غادي مازال نغطيه ببابي فيلم، داكشي علاش كنعمرو في الكيسان هنايا في هاد البلاطو. عاد باش غادي نديرو في البلاصه اللي غيرب فيها، انا ما غاديش نستعمل يعني كوكوط، ولا ما غنديرش فيه الماء سخون. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غندير ليه وغادي يكون ناجح 100%. من بعد غادي ناخذ بابي فيلم غادي نقطعو وغادي نحاول نغطي كل واحد بوحديتو، ولا لا كانوا عندكم يعني قريعات بالغطايه ديالهم فهو من الاحسن، مي انا ما متوفرينش عندي دونك غندير ليه بابي فيلم. من بعد ما فيلميت الكيسان كاملين كنديرهم بواطه فحال هادي، كنحاولوا شويه نفرقوهم. ما غادي نحتاجوا لا مانطا ولا زيف ولا ما سخون باش يروب، غادي تحتاجوا غير بواطه كتسد مزيان وما كتدخلش البرد وبلاصه دافيه، وغادي نخليه 12 ساعه وعاد نشوفوا النتيجه كيفاش غيولي. رجعت معكم من بعد ما دازت 12 ساعه على الريب ديالنا. من مورا هذيك 12 ساعه فكنديروه في الثلاجه يبرد شويه، واحد من ساعه حتى ساعتين يشد راسه شويه. من بعد كيولي على هذا الشكل هذا انه واجد
كيجي زوين كيف ما كتشوفوني قلبت الكاس، يعني دورت عليكم راه عاقد وما كيتحركش، راه ناجح 100%. كنتمنى انكم تجربوه حيت فعلا فعلا كيستحق التجربه. كيف ما كتشوفوا وني كنقرب لكم الكاميرا والو ما كيطيحش، راه ما كيتزعزعش. كيف ما كتشوفوا كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، وديما ما تنساوش لايك للفيديو وتابوناو معنا في لاشين، ومرحبا بكم وفعلوا الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ديال الوصفات ديالنا، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.